لغتك، شكلك، دينك، قوميتك. بحثت جادا عن كل ما يشكلني، ألف أنا أسمعها يوميا تدور في رأسي. سأترك للقادمين بعدي رسالة من كلمة واحدة لا غير: نحن. هكذا فهمت أنا الحياة وتذوقت طعمها. بحب التبادل والعطاء ذابت أناي الضعيفة في نحن القوة، فتركت عاصفة من اشتياق خلفي ونصف عمر لأن الوقت لا يعينني. أعطيت قدر استطاعتي بكل حب وكفى. كونوا أنتم بخير.